فعلا هو بالأمس كان مو أهم موضوع، هو الموضوع الأساسي كانت الحمى النزفية. الأطباء يعني منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو كانوا موجودين، ومدير الصحة العامة والأخوة في صحة البصرة وبيطرة البصرة. المشكلة الحقيقية أنه نسبة الزيادة بالحمى النزفية مرتفعة ارتفاع مخيف على رأي الصحة العالمية، بل يمكن الأكبر هسه صاير على مستوى المنطقة، فمشكلة حقيقية هذه. في محافظة ذي قار ارتفاع عالي، في محافظة ميسان والآن بالبصرة أيضا، فأكو إجراءات يجب أن اتخذناها. يعني الآن توجهنا القوات الأمنية بمنع الذبح العشوائي، والمشكلة الحقيقية أيضا أنه يجب التوعية يعني من خلالكم وسائل الإعلام لكل الأهالي وكل يعني الموضوع يجب أن ناخذ حذرنا من عنده. نعم. يعني عملية أنه البيطرة راح تأخذ دورها، وممكن على المربين مربي الحيوانات المراجعة البيطرة، لأن عندهم مبيدات للقضاء على الحشرة اللي تنقل هذا المرض إلى الحيوان ثم إلى الإنسان اللي هي حشرة القراد. نعم. وجهنا القوات الأمنية أيضا بمنع أي تنقل للحيوانات ما بين الأقضية والنواحي والأرياف إلى المدينة بشكل فوضوي. هذه مهمة جدا. النقطة الأهم أنه منع نقل الحيوانات من محافظات أخرى قد تكون مصابة وممكن أنه تنقل المرض من محافظة إلى محافظة أخرى. منعنا خروج الحيوانات، حتى نكون واضحين لا واحد يقول أنه في قضية، منعنا خروج الحيوانات من محافظة البصرة إلى المحافظات الأخرى، وقدوم الحيوانات من محافظات أخرى إلى محافظة البصرة. نعم، سيادة المحافظة، هاي النقطة يحتاج توعية للمواطن أيضا، يعني مهمة هذه. يعني على رأي الصحة يعني البارحة منظمة الصحة العالمية والبيطرة، يمكن أنه أكثر محافظة عندها مبيد الآن هي محافظة البصرة في دائرة البيطرة. على الأخوة مربين أنه الذهاب إلى البيطرة، وأكو فرق راح تتجول من دائرة بيطرة البصرة للمكافحة. فأرجو أنه يصير توجه يعني أنه الناس تكافح هذا القراد، حتى أنه نخلص من ممكن أنه هذه الحمى خطرة جدا. والتوجه يعني حتى على مستوى ربات البيوت، قد أكو إصابات صايرة إحنا ما نريد نرعب الناس يعني حتى نكون واضحين، لكنه إصابات صايرة ناس ربات بيوت مو مربين حيوانات، لكن هي ممكن أنه حسب رأيهم، أنا مو طبيب حتى أقدر أحدد، أنه تنقل بملامسة الدم. يعني هو يعني حتى هم لا نرعب الناس من موضوع اللحوم، أنه ممكن تأخذين لقاء مع الأخوة الأطباء يشرحون للناس عندما أنه واحد يلبس قفازات يعني كفوف، وممكن أنه بعد الطبخ ينتهي كل الموضوع هذا. بس هي ملامسة الدم، دم الحيوان ممكن أنه ينقل الفيروس للإنسان.